يعني النهاردة بنحتفل بمرور عام تحديدا يمن على حدث يمكن كانت أنظار العالم كله بتتجه ليه، وهو الحدث الخاص بموكب المومياوات الملكية. 22 ملك يعني من ملوك مصر بعد ما مكثوا أو فضلوا في المتحف المصري في وسط البلد لأكثر من 100 سنة راحوا لمستقرهم أو راحوا لمكانهم الجديد، وهو متحف الحضارات، في احتفالية زي ما قلنا كان العالم كله بيتكلم عليها. وبعد مرور عام لسه الحكاية ما خلصتش، لسه في قاعة جديدة هيتم افتتاحها خلال أيام. هيكلمنا أكتر عن تفاصيل هذه القاعة وعن التفاصيل الخاصة بمتحف الحضارة والجديد اللي بيتعمل فيه الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا بيك. يعني زيارة هامة شهدها المتحف القومي للحضارة، عاوزين حضرتك تكلمنا عن يعني حصاد العام أولا للمتحف من خلال الزيارات الهامة اللي شافها المتحف على مدار عام تحديدا. الحقيقة احنا بنحتفل زي ما حضرتك تفضلت يوم 3 ابريل بمرور سنة. في هذه السنة جالنا حوالي أكثر من 800 ألف زائر. جالنا شخصيات مهمة، ملوك ورؤساء ورؤساء ووزارات وحكومات، جات لنا من جميع أنحاء العالم. جالنا كل أطياف الشعب المصري بفئاته الاجتماعية المختلفة والعمرية المختلفة والجغرافية المختلفة. أقمنا مجموعة من الأنشطة الثقافية على مدار العام، ومجموعة من ورش العمل الخاصة بالحرف التقليدية، وأيضا أطلقنا أول موبايل أبليكيشن أو تطبيق في الهواتف على المتحف على في مصر كلها وفي المتاحف، إن احنا نعمل هذا الشيء. فالحمد لله الحصاد كان جيد. لا بس لحظة بس يا دكتور، عاوز أعرف إيه الجديد اللي بيقدمه التطبيق الخاص بالموبايل الأبليكيشن ده، بيضيف إيه؟ بيضيف هل حجوزات؟ هل في محاكاة للمتحف؟ تقدر تعرف كثير عن الخدمات اللي موجودة أو بعض الآثار المهمة اللي موجودة بدون الرجوع إلى حد. بيستخدم زي مرشد داخلي لكيف إيه اللي موجود هناك وإيه اللي موجود هنا، وبعض المعلومات الهامة عن بعض الآثار وبعض الأشياء الهامة اللي موجودة في المعرفة. نعم. القاعات والتميز اللي بيحصل خصوصا افتتاح قاعة جديدة، ده ممكن نقول ان احنا كان عندنا عدد من القاعات 9 أو 10 قاعات بترمز بقى للشكل القديم والشكل الجديد، ما بين الهرم الزجاجي اللي بنتكلم فيه عن الجديد بتاع الجمهورية الجديدة، وما بين عدينا بقى على الحرف اليدوية، وعدينا على كتير من يعني المراحل اللي مرت بالإنسان المصري القديم. الجديد بقى، القاعة الجديدة بتتكلم عن ايه؟ قاعة جديدة هتبقى تتكلم عن النسيج المصري على مر العصور المختلفة، ودي اللي إن شاء الله هنفتتحها قريبا بإذن الله. بنشوف النسيج وصناعة الملابس والنسيج في مختلف العصور وتقدمها وكيف نشأت وكيف تطورت على مدار العصور المختلفة. أكيد. طيب تفضل. طيب دكتور، عاوزين نعرف بقى من حضرتك برضو ايه اهم القطع الاثريه اللي بيحرص كل يعني مرتدي وكل الزائرين لهذا المتحف اللي هم يقفوا ويعرفوا تفاصيل اكتر عن هذه القطعه، اللي هو يمكن زي ما بيقولوا كده هي قطعه بايعه نفسها، يعني الناس بتيجي علشان سمعتها والعرفان. ما فيش قطعه بعينها، لكن على حسب اهتمامات كل زائر. يعني من القطع في مجموعة من القطع بتشد الانتباه، زي الهيكل العظمي لإنسان عمره 35 ألف سنة، يعتبر من أقدم الهيكل العظمية في العالم. في تمثال إخناتون، في أقدم طرف تعويضي لأحد الأميرات في التاريخ طبيا فقدت صباع رجلها. ده في القاعة الرئيسية. ده في الالات الموسيقيه القديمه، في الات الميك اب بتاعت الستات. فالامر بيختلف على حسب اهتمام كل حد. في ناس عندها شغف تعرف بعض الاشياء عن القاهره، سطح الكعبه، في الاثار القبطيه. فالامر متوقف على حسب اهتمام كل زائر.
كل الشكر لحضرتك الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، شكرا جزيلا لحضرتك.